ده الدوري المصري، وده ملخص الجوله ال 12. وحشني موت موت موت. بعد غياب حوالي شهرين اخيرا الدوري المصري دوري نايل رجع من تاني. That's me. وتوقيت العوده ده كان مهم عشان هيرجع ويصالحنا في عيد الحب. سيبنا لكم احنا بقى عيد الحب وخلينا في الايجيبشن ليج بتاعنا. ملخص مباراه الجونه والمصري. البدايه سريعه وقويه جدا، قصيه من حسين فيصل بتكسر العارضه. لا ده شكلها كده في متعه كرويه هتحصل. هفاجئك يا ريت تفاجئني. بس هي بس يا سيدي كانت هجمه واحده ورجعنا للهجمات الزحليقه بتاعت زمان. في الدقيقه 42 بيجي فاول والجونه بيتلعب، فتروح الكره بعد كده لاحمد محمود اللي بيشوط الكره من قبل ال 18، بتعدي من كل الناس وتدخل الكره جول. في الدقيقه 49 بيجي فاول للجونه، يلعبوا ايمن موكا وتروح الكره لاحمد حسام اللي بيلعبها براسه ويسجل الهدف الثاني للجونه. في الدقيقة 50 بيحصل احتكاك بين احمد حسام ومحمود حمادة، الحكم بيصفر ضربة جزاء لصالح المصري. الفار بيستدعى الحكم عشان يروح ويشوف الكورة، وفعلا بيراجع الكورة ويرجع يأكد على قراره. بيدخل ميدو جابر يشوط وبيسجل هدف الاول للمصري. المصري فضل يضغط وحاول في كذا هجمة انه يسجل التعادل لحد ما وصلنا لاخر الماتش في الدقيقة 92. باص من محمود حمادة وتصليحها بالصدر من صلاح محسن. الكورة بتروح لمحمد الشامي اللي بيشوط بشماله في حلق الجون ويسجل هدف التعادل. بسم الله ما شاء الله. في اخر دقيقه خالص في الماتش بتيجي فرصه لمحمد الشامي وانفراد تام، وكان قدامه فرصه انه يسجل، ولكن للاسف بيشوط الكره في السماء. ايه يا جماعه، انتوا عايزين كل كره تروح للمهاجم تيجي جون ولا ايه؟ انت نسيت نفسك يا ابو كف رايق وصغير ولا ايه؟ ما بيحصلش اي جديد بعد كده، وبتنتهي المباراه بين الجونه والمصري بالتعادل 2-2. ونروح لمباراه الاتحاد وطلائع الجيش. بدايه قويه من الاتحاد اللي قدر في الدقيقه 7 من عرضيه من بواتنج لعبد الغني انه يسجل الهدف الاول للاتحاد. بعدها كمل الاتحاد السكندري في الهجوم، وفي الدقيقه 17 ناصر محمد بيشوط الكره مطرقه من بره ال 18 ولا احلى من كده ويسجل هدف الاتحاد الثاني. من كتر ما الكره كانت سريعه وغير متوقعه، محمد شعبان حارس الجيش كان بيتفرج على الكره زيه زينا. في الدقيقة 35 يسر وحيد بيلعب عرضية، الحارس بيطلعها فتترد تاني لديوارا اللي بيلعب برضه الكرة عرضية، بس المرة دي اسلام ابو سليمة قال له لا كفاية عليك انت وانا هجيب لك الجون، وبيسجل جون في نفسه. جميلك ده؟ فوق دماغي. الاتحاد كان هو اللي مسيطر اكتر ولكن معرفش يسجل جون تاني. في الدقيقة 81 الكرة بترجع لسيف طوق اللي كان لوحده خالص، بيضغط عليه احمد هاني فسيف قام مديله بنية في وشه وموقعه. الحكم بيصفر ويحسب ضربة جزاء، بيدخل محمد حمدي يشوط وبيسجل هدف التعادل لطلائع الجيش. في اخر الماتش جت كذا فرصة كده للفرقتين، ولكن ما بيحصلش اي جديد في النتيجة، وبتنتهي المباراة بين الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بالتعادل 2-2. ونختم الملخص بمباراة الاسماعيلي وسيراميكا كليوباترا. البداية قوية من الفرقتين، هجمة هنا وهجمة هنا. في الدقيقة 15 سروب المقاس من عمر الساعي لنادي الفرج اللي بيسند الكرة براسه ويشوط صاروخ ويسجل الهدف الاول للاسماعيلي. في الدقيقة 27 الكرة بتيجي عالية في نص الملعب، احمد رمضان فضل مستني الكرة تجيله، بس الكرة خبطت في الارض ولفت وركبته الهوا. شرفتها يا كروديا. يكمل نادر فرج ويلعب الكرة براسه وتوصل لعبد الرحمن مجدي اللي بيكون منفرد تماما بالجون، يكمل ويشوط وبيسجل الهدف التاني للاسماعيلي. مع بداية الشوط الثاني طارق الادور قعد يقول شعر في اداء الاسماعيلي. هدفين 100-100 من ايام السمسمية. بعدها على طول بتيجي هجمة لسيراميكا كليوباترا، صديق اوجوده بيسجل الهدف الاول. الفريقين في اخر الماتش عملوا هجمات خطيره جدا وكانوا قريبين قوي ان هم يسجلوا، ولكن للاسف ما عرفوش، وبتنتهي المباراه بفوز الاسماعيلي على سيراميكا كليوباترا 2-1. سؤال الملخص، كام هدف في الملخص اتسجل من ضربه جزاء بعد انتهاء مباريات الاسبوع ال 12 يكون هو ده ترتيب الفرق؟ ام بي مركز اول برصيد 22 نقطه، زد مركز ثاني برصيد 20 نقطه، الاتحاد السكندري مركز ثالث برصيد 19 نقطه، وبيراميدز مركز رابع برصيد 18 نقطه.